دعاء يوم عرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فمعنى الكلام أن هذا الدعاء خير لمن كان في عرفة حاضرها أو غائبا عنها. لماذا كان هذا الدعاء أفضل الدعاء؟ ما معنى كونه أفضل الدعاء؟ قالوا لأنه أعظم أجرا وأكثر بركة وأقرب إجابة. دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.